في مدينة الملاهي. طلع الصباح وبيت الفرافير كلهم نائمون، لا يسمع لهم صوت. وفجأة ارتفع طرق شديد على زجاج نافذة البيت، فاستيقظت أم الفرافير من نومها وجلست على حافة السرير تفرك عينيها من النعاس. وتوالت الطرقات، فمشت أم الفرافير إلى النافذة متمايلة والنوم يداعب أجفانها، وصاحت بقلق وغضب: ما هذا الطرق الشديد؟ من الذي يزعجنا في الصباح الباكر؟ وابني فلفل وابنتي ياسمين نائمان. وجاء صوت عم سنجاب من خارج النافذة يقول: استيقظوا استيقظوا، هيا إلى مدينة الملاهي، كل أهل القرية ذاهبون وأنتم نائمون، هيا إلى مدينة الملاهي للفرجة واللعب. زال قلق أم الفرافير وغضبها عند سماعها دعوة عم سنجاب للتوجه إلى مدينة الملاهي، وصعدت إلى غرفة النوم وأيقظت فلفل وياسمين من نومهما. قالت لهما في فرح: هيا استيقظا والبسا بسرعة، سنذهب بعد قليل إلى مدينة الملاهي لنلعب ونلهو. وطار النعاس في الحال من عيني فلفل وياسمين، وقفزا بسرعة من فراشهما. لبست ياسمين ثوبها الجديد الأزرق، ولبس فلفل معطفه الجديد الأحمر، وكانا فرحين مستبشرين بزيارة مدينة الملاهي. وعندما جلسا مع أمهما حول مائدة الإفطار، أخذ الثلاثة يضحكون ويتحدثون في فرح وابتهاج عن السعادة التي تنتظرهم في مدينة الملاهي. ثم أسرع فلفل وياسمين، فلبس كل منهما حذاءه، ووضعت أمهما مظلتها الخضراء تحت إبطها، وأمسكت كلا من الصغيرين بيد، وخرجوا جميعا ليلحقوا بأهل القرية، وقد تزاحموا في الطريق إلى مدينة اللعب والتسلية. وفي الطريق قابلت عائلة الفرافير صديقها سمسم الصغير، وهو جالس يبكي فوق حجر كبير. انحنت أم الفرافير على سمسم وسألته: لماذا تبكي يا حبيبي الصغير؟ أجاب سمسم الصغير ودموعه تملأ عينيه: سبقني جيراني وتركوني وحدي، أريد الذهاب إلى مدينة الملاهي وليس معي نقود. ظهر الأسف على وجه فلفل وقال: لا تبكي. وقالت ياسمين: نأخذه معنا يا أمي. قالت أم الفرافير: تعال معنا يا سمسم، ستصحبنا إلى مدينة الملاهي. فرح سمسم الصغير بالدعوة، واطمأن لحنان أم الفرافير، وأمسكت أم الفرافير بإحدى يديه، وأمسكت ياسمين بيده الأخرى، وتوجهوا جميعا إلى مدينة الملاهي. نسي سمسم الصغير حزنه، وسار الجميع فرحين مبتهجين، وقد امتلأت الطرقات حولهم بكل فيران القرية وأرانبها. كان الأرانب والفيران يسيرون مبتهجين، اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وأعدادهم تتزايد كل لحظة. ووقف عم سنجاب يرشدهم إلى الطريق ويقول: هيا أسرعوا، انظروا، الأراجيح بدأت تلف وتدور، ترتفع وتنخفض، لقد بدأ اليوم السعيد.
دخلت الأم مع فلفل وياسمين وسمسم إلى مدينة الملاهي، وقد ملأهم الفرح مستبشرين بيوم من اللعب والنشاط. وتقدمت الأم إلى دكان الحلوى اللذيذة الملفوفة بورق جميل، واشترت من عم أرنب مصاصات لفلفل وياسمين وسمسم. وابتسم عم أرنب وقدم لهم أطيب ما عنده من قطع الحلوى اللذيذة. وارتفع صوت المنادي وهو يقول: هيا يا أولاد، تعالوا جربوا حظكم، إن الذي يصيب الهدف يربح قطعة من حلوى جوز الهند اللذيذة. وتقدم فلفل وسمسم يجربان حظهما. لم يوفق فلفل في المرة الأولى، ثم أصاب الهدف في الرمية الثانية، وصاح المنادي: هذا رائع، رمية عظيمة يا أولاد. وأعطى المنادي فلفل حلوى جوز الهند اللذيذة مكافأة له على فوزه، فاقتسمها فلفل مع سمسم وياسمين. ومن بعيد شاهدوا حيوانا هائلا فدقت قلوبهم بسرعة. صاح فلفل وياسمين في دهشة: الفيل، الفيل، هذا الفيل الحقيقي، الفيل. وقال سمسم الصغير في عجب: ما هذا، الفيل ضخم ومرتفع كالأشجار. وقالت أم الفرافير: من يريد أن يركب على ظهر الفيل؟ هو في صوت واحد صاح الجميع: أنا 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 أنا. فأعطتهم نقودا وقالت: هيا اذهبوا إلى صاحب الفيل. طلب منهم صاحب الفيل أن يصعدوا السلم المرتفع المستند إلى الفيل الضخم، وأخذوا يصعدون السلم ويصعدون حتى صاروا في ارتفاع الأشجار. وقالت أم الفرافير: اثبتوا جيدا على ظهر الفيل ولا تمسكوا بما يقابلكم من فروع الأشجار حتى لا تسقطوا. سار الفيل على مهل يدب خطوة بعد خطوة، والأصدقاء الثلاثة فرحون يتمايلون فوق ظهره مع كل خطوة، مرة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار. وخافت ياسمين قليلا، أما فلفل فأخذ يلهو بقطف ثمار شجرة كان الفيل يسير تحتها، ومد يديه إلى غصن الشجرة وشده فوجده قويا لا يلين. واستمر الفيل في سيره مبتسما في سعادة مع كل خطوة، لا يرى ماذا يحدث فوق ظهره. ولكن ماذا حدث؟ حاول فلفل أن يقطع غصن شجرة أمسك به فلم يستطع، وفجأة وجد فلفل نفسه يرتفع عن ظهر الفيل ويتأرجح في الهواء. وتابع الفيل سيره البطيء تاركا فلفل معلقا في الهواء وقد تشبث بيديه بغصن الشجرة. صرخ فلفل وهو يثبت يديه بكل قوة حول غصن الشجرة: النجدة، النجدة، سأقع، قف يا فيل. وصاح سمسم الصغير وهو يدق على رأس الفيل: قف يا فيل، قف الحال، فلفل معلق بغصن شجرة. وفي خوف قالت ياسمين: سيقع أخي، سيقع فلفل، قف يا فيل، أرجوك قف بسرعة.
انزعج الفيل وخشي على فلفل من السقوط، فقال مضطربا: هيا نسرع ونطلب النجدة. سمع طائر جميل كان يقف على غصن شجرة صراخ فلفل، ورأى أصابع فلفل الصغيرة الضعيفة، وأدرك أنه سيقع على الأرض. قال الطائر: يجب أن أنقذ فلفل وأمنع وقوعه. وفجأة أفلتت يدا فلفل من غصن الشجرة، لكن قبل أن يقع أمسك الطائر ذيل فلفل بمنقاره القوي. تمكن الطائر الشجاع من رفع فلفل إلى غصن الشجرة. سر فلفل بنجاته من السقوط، وزال خوفه وتمسك بالطائر بإحدى يديه. أشار فلفل إلى وسط مدينة الملاهي وقال للطائر الشجاع: في وسط مدينة الملاهي تركت أمي وأختي وصديقي، أريد العودة إليهم. قال الطائر اللطيف لفلفل: اطمئن، سأطير بك إلى هناك، اركب على ظهري. وركب فلفل على ظهر الطائر الشجاع وتمسك به، فارتفع الطائر محلقا في الفضاء ومتجها صوب الألعاب والأراجيح، بينما فلفل يراقب بشغف وانفعال المناظر البديعة في مدينة الملاهي تحته. عاد الفيل منزعجا ومضطربا، وأخذ سمسم وياسمين ينزلان عن ظهره، بينما وقفت أم الفرافير في وسط مدينة الملاهي تستمع إلى الحكاية في خوف وقلق. قالت الأم: ليته لم يحاول جذب الغصن، ليته سمع نصيحتي. وأخذت أم الفرافير ياسمين وسمسم واتجهت إلى رجل الشرطة وقصت عليه ما حدث وطلبت مساعدته، فوقف الرجل يستمع إليها في قلق ولم يلاحظ أي منهم الطائر الكبير المقبل عليهم من مكان بعيد. رآهم فلفل وهو راكب على ظهر الطائر الشجاع فأرشده إلى مكانهم، فنزل الطائر يرفرف بجناحيه في وسطهم، وصاح فلفل بعد أن نزل عن ظهر الطائر: شيء جميل، شيء مثير، ولكن الحمد لله أنني عدت سالما. ثم شكر فلفل الطائر الشجاع اللطيف، وكذلك شكرته أم الفرافير، وقال رجل الشرطة لفلفل: انتهى كل شيء على خير هذه المرة، ولكن لا تخالف نصيحة أمك بعد اليوم. وانصرف رجل الشرطة وودعهم الطائر وارتفع في الفضاء محلقا، فيما الجميع يكرر له الشكر ويلوح مودعا. وقال فلفل: مع السلامة أيها الطائر الكريم الشجاع، سأكون صديقك بعد اليوم وصديق كل الطيور. ومشت أسرة الفرافير عائدة إلى بيتها تتحدث عن مغامراتها، وفي يد كل واحد من الصغار قطعة حلوى يأكلها. حكى الصغار كثيرا عن يومهم الجميل المثير في مدينة الملاهي، وعن الطائر الشجاع، وعن رجل الشرطة. وأوصلت أسرة الفرافير سمسم الصغير إلى بيته، وقد ملأت السعادة قلبه.